بالنسبة لهناء كانت 12/9/74، اه أسماء الله الحسنى، وعايزة تعرف الوضع المادي والنفسي والصحي. المادي والنفسي والصحي مش العاطفي. لا طيب هناء بنت مين؟ ما قالتش اسمها. لا ما قالتش. طيب ما يبقى احنا مش هنجيب لها اسماء الله الحسنى، لكن ممكن نديها توقعات برج العذراء من احسن شهور 2019. عندها مفاوضات كويسه، عندها مصالحات، يعني في حد هيبقى يكون زعلان عندها، هي مزعلاه او هو مزعلها، لكن الشهر ده مناسب جدا للمصالحه، شهر المصالحات بالنسبه لبرج العذراء. طب هي جت تستفسر عن الناحيه الصحيه يا دكتور، حضرتك تقدر تفيدها ب طبعا افيدها عن الناحيه الصحيه. الـ 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 المريخ موجود في برج الجوزاء. برج الجوزاء بالنسبه لها بيعتبر البيت العاشر، فتاخد بالها برضو من البوتاجاز، الالات الحاده، السكينه، المطبخ، هي مؤهله انها ممكن يحصل إصابة معها خفيفة حاجة. يعني لكن الوضع العام كويس. تمام.